سميه اختارت الفستان الاسود، اللون الاسود، ودايما اللون الاسود على الريد كاربت بيعمل شغل حلو جدا. وده جاس ميكو، وطبعا الميك اب مين والشعر ال ده كان اللوك بتاع سميه انها ستايلينج اكيد ستايل. فبحييهم كلهم، ونقول بقى كنت بتصوري بقى كليب من ورايا في لبنان ولا ايه؟ مش هقول ليه يا سمسمه عشان المفاجاه. بص بص بس مفاجاتك دايما انا بكون جامده. مفاجاه حلوه قوي والله، ومش مسموح لي اتكلم بجد اكيد، بس ان شاء الله تعجب الناس وتبقى حاجه مشرفه يعني. اكيد انا شايفه كده في هتفاجئينا بحاجه حلوه يعني. هو نشاطك للفتره الاخيره واضح، واهتمامك وتركيزك حتى من السيشن التصوير، يعني عملتي اكتر من سيشن تصوير. البرتقال اللي كسر الدنيا كله نزل البيسين بعد كده، شفتي بقى. والعقد الكوينز اللي ده انا عايزه العقد، قلت لإيهاب تجيب لي عقد زي بتاع قلبي. اتفضلي ما يغلاش عليكي والله العظيم حبيبه قلبي. سميه هي عاملاه بنفسها صح، هم كانوا كتير فوق بعض فطلعت موضه بقى يعني. احنا ايهاب هو اللي قلت له، قلت له قال قوي ايهاب، قال لي معلش عشان خاطري بس استحملي والبسي. قلت له كتير، قال لي معلش بس اسمعي كلامي. قلت له حاضر. السيشن عليكي حلو، وانت مظبطه يعني الخصيه مع اللبس، واخده بالك من نفسك الفتره؟ الحمد لله بتمرن، الحمد لله بطلع الجيم كل يوم يعني، عندي جيم في البيت فانا الحمد لله بتمرن كل يوم. مبسوطه من نفسي قوي ان انا بدات اعمل كده. بمشي، باكل اكل صحي، بشرب ميه كتير، الوصفه الحلوه بتاعتك، وبحب الحياه ومتفائله جدا، وقلبك حلو. ده بيطلع على التصوير. الحمد لله يا حبيبي. عايزه اعرف منك بقى، هل السيشن التصوير والسوشيال ميديا وكلامك مع الناس لايف وتصوير الاغاني، هل ده بيعوض دور حلو بيتعمل في السينما او التلفزيون؟ هو بقى مهم قوي السوشيال ميديا، بقت حاجه مهمه قوي. لو انت ما عندكيش مثلا شغل كمسلسل او فيلم او شغل خاص بالسينما يعني، انت لازم تبقي موجوده على السوشيال ميديا متابعه جمهورك. هو عامه في كل الاحيان لازم تبقي متابعه جمهورك، لازم تبقي متواصله معاهم وتحسي بنبضهم، تحسي بحبهم، وهم بيحبوا قوي المشاركه، وبيحبوا ان يبقوا دايما خطوه بخطوه. لما برد عليهم بيفرحوا قوي، بيبقوا مبسوطين قوي، وبيقعدوا يدعوا لي. وانا بحب الفانز بتوعي جدا، هم بالنسبه لي اصحابي واخواتي وعيلتي، وبجد عملوا لي نقله في السوشيال ميديا حلوه قوي. لمجرد ان انا بقيت بتابع معاهم اخباري، بنزل صوره جديده، بصبح عليهم الصبح، بعمل سيشن جديد على طول، هم معايا على الخط، فبقول لهم انا بحبكم قوي وشكرا قوي، لانه يعني دعمهم هو اللي اداك الطاقة. دعمهم طبعا، وقفتهم جنبي ادتني الطاقة، وارقامي بتعلى الحمد لله. الحمد لله. اعلنتي ان انت هتكوني في رمضان السنة دي مع النجم محمد رمضان. مظبوط، ان شاء الله باذن ربنا وبدون مقاطعة هنبقى في رمضان، ورب نسعدكم ونسعد الجمهور ان شاء الله. يعني سمية مش قلقانة؟ انت برضو يعني كنت بطلة مسلسلات، وبتشيلي مسلسلات لوحدك، وبتعملي بطولات لوحدك، ويمكن محمد رمضان بيحب يبقى برضو هو اللي يعني انتوا الاتنين زي بعض ستات ورجالة. انت سوشيال ميديا قوي، وانت سمية الخشاب، وهو محمد رمضان، وانت نمبر ون وهو نمبر ون، هتطقشوا في بعض ان شاء الله؟ مش هنطقش، لانه هو طيب وقلبه جميل، وانا كمان نفس الحكايه، في حاله حب جميله، في مخرج رائع محمد سلامه، وفي ناصر عبد الرحمن الابداع في التاليف، ها، وفي مجموعه عمل رائعين جدا. نيه حلوه، نيه سليمه، ثقه في النجاح باذن الله زي ما بيقول رمضان ان شاء الله يعني. فما اعتقدش ان هيبقى في اي حاجه ممكن تخلينا نتضايق او نزعل، اي شكليات انا ما بتفرقش معايا فكره انه مين بيشيل لوحده ومين مع مين. لا، هو ما عندوش الحته دي، والا ما كانش روجينا واحمد زاهر كسروا الدنيا. صحيح، دي حقيقه. هو بيحب كل الناس اللي جنبه تطلع حلوه. وبعدين في حاجه، هو دلوقتي مش هقول لك موضه، بس الناس كلها بقت بتتكتل دلوقتي، بقى نجمين ثلاثه بيعملوا فيلم، ثلاث اربع نجوم، وانا اشتركت كتير في اعمال مشتركه، نجوم يعني بطوله مشتركه كتير. ما عنديش مشكله بالنسبه لي انه اكون بشارك في فيلم ضمن مجموعه ابطال يعني. حين ميسره كسر الدنيا كنا مجموعه ابطال، الرئيس عمر حرب كنا اربعه او خمسه نجوم. حاج متولي اللي عمل كلكم كنتوا فيه وطلعتوا كلكم نجوم منه. بالظبط. هي دلوقتي ما بقاش فيه النجم الواحد، كله لازم مش كده خالص، والواحد مش لازم يفكر بالسطحيه دي، ولا يفكر في اسمي هيتكتب ازاي وانا ما اعرفش ايه ودولي كام شبر. لا لا، خلاص كبرنا، عقلنا على الحاجات دي. اهم حاجه نقدم فن مؤثر، اللي بيقدم فن نقدم فن جيد ينجح مع الناس، ربنا يكرمنا يوفقنا، ويا رب ان شاء الله يكرمنا كلنا، ونبقى قلبنا حلو وصافي وسايبنا على الله، بس ده اهم حاجه.